أنا معه بيطرحه أنه يلعب من أجل الوطن. نعم نعم، هاي الروح اللي شفناها، روح الفريق الواحد، كل الفريق بدهم يسعوا أنه يرفعوا علم بلادهم بهذا المحفل يعني. لكن أسلوب اللعب الأفريقي، لا احنا شفنا نضوج فكري عالي للمنتخب. نعم. المغربي العقلية الأوروبية اللي تتعامل بالسهل الممتنع، اللي تعتمد على العقلية وطريقة الحلول في الملعب. صحيح. عن طريق العامل الذهني أكثر من البدني، بصراحة شفناها. فالنضوج الفكري للاعبين المنتخب المغربي يعني الاحتراف في أوروبا عكس على أرض الواقع، وهذا اللي شفناه وصول المنتخب المغربي. أكيد المنتخب الأفريقي أنا معاه، لكن احنا شفنا شيء البدني من أفريقيا، لكن العقلية والتفكير وقرارات اللاعبين المنتخب المغربي هو الفكر والنضوج في الاحتراف الأوروبي. ممتاز كير، بنرجع بنأكد كمان مرة دعمنا الكامل للمنتخب المغربي إن شاء الله بالمباراة، ونتمنى إن شاء الله الفوز لهم ووصولهم برضو لدور نصف النهائي.